اللي فاقد شغله يقرأ سورة الضحى. من المجربات انه اللي بضيع له شيء بيقرأ سورة الضحى بإذن الله الله بيدله عليه. هاي من المجربات. اما انه الشيخ الفلاني وقرب ما هو يعني هاي ما مختلط فيها الحابل بالنابل، ما بيقدر واحد يعطي فيها حكم. وبعدين انا كيدي اجيب ورقة ملفوفة مش عارف شو جواتها. ما لا بدنا نكون والدين واضح. الدين ليس في الدين مخبيات، الدين ليس فيه مخفيات مطلقا. ما في عندنا بالدين اسرار وطلاسم وايش انت بتعرفه انا ما بعرفه. لا الدين واضح، هاي البقرة مبينة، آية الكرسي مبينة، والضحى مبينة، كله مبين عندنا ابدا. اما الدسادس وهاي وفلان ومخبي، لا ما عندنا بالدين هيك مطلقا. دين ما في مخبة. تركتكم على المحجة البيضاء، الطريق البيضاء، ليلها كنهارها، كلام السر، هاي اللي معنى الليل والنهار، كلام سره وكلام زي بعض، وجهين ما في عندنا، هاي الدين. عشان تكون فاهم دينك. فإذا كتبنا ورقة فيها آية الكرسي وعلقناها فيها مشي من البقرة قرآن يعني ما فيها مشكلة. يا مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يحييكم جميعا في برنامج همك همي. وإحنا بكرة إن شاء الله رب العالمين رح ندخل في العشر، عشر ذي الحجة. وهذول عشر ذي الحجة هي موسم، موسم موسم يعني فعلا إنها موسم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما من أيام، شوف عندك 365 يوم مش السنة 365 يوم، طيب ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام. يعني ال 365 يوم إحنا راح ندخل في الأسبوع زمان، 10 أيام هذول هم أفضل أيام السنة. احنا دائما نستذكر العشر الاواخر من رمضان، وسببه انه رمضان كله شهر عباده وطاعه، فالاجواء العامه انه عباده وطاعه. وبعدين في عندنا ليله القدر، فالعشر الاواخر في شهر رمضان. انتم بتعرفوا انه العلماء ذكروا لنا بانه العشر هدول افضل من عشر الاواخر تبعات رمضان، بس احنا اهتمامنا بعشر رمضان الاواخر لانه موسم طاع، وصار لنا 20 يوم صيام وقيام وتراويح وصدقه فطر وبعدين عزايم وافطارات فالجو ايماني. لكن اذا اجينا كقيمه عباديه تعبديه تقربيه الى الله عز وجل، العشر ايام الجايه اعتبارا من بكره هم افضل من العشر الاواخر في رمضان. ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا فالصحابة رضي الله عنهم عندهم رقم واحد كان الرجولة والشجاعة والجهاد والدفاع عن الدين، فقالوا ولا الجهاد؟ قالوا ولا الجهاد. الله أكبر. يعني تخيلوا اللي هو أعظم شيء في إنه الإنسان في أن يقدم روحه وجسده لله عز وجل، حتى الجهاد هاي الأيام عند الله العمل الصالح أحب الله من الجهاد. لكن النبي استثنى حالة واحدة، قال إلا رجل خرج بنفسه وماله وما رجع، يعني هذا ظرفه خاص. لكن هاي الأيام العشر أيام تدخل بكرة قمة أيام السنة، فإحنا بدنا شدة حيل ولازم تحط لنفسك برنامج. بدون برنامج ما رح يعني ما رح تنجز. حط لحالك برنامج اعتبارا من اليوم. طب وها ايش نعمل بالعشر ايام؟ النبي خبرك، قال لك التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، لا اله الا الله، الله اكبر، سبحان الله، الحمد لله، الذكر. ومن جمله الاعمال الصالحه، لاحظوا الكلمه دحكي لك اياها، من جمله الاعمال الصالحه اللي هو موضوع الصيام. لكن لو واحد ما صام ما في مشكله بالعشر الاواخر، ها العشر ذي الحجه، لكن يوم عرفة لا بنصوم يوم عرفة إن شاء الله، يوم عرفات نصوم يوم 9. لكن الأعمال الصالحة كلها صح، كلها خير وبركة، ومن جملتها الصوم. ليش بحكي لك هذا الكلام؟ لأنه في ناس مثلا ما بيقدر يصوم يقول خلاص راح علي. لا، هو العمل الصالح مش باب الصيام وبس،
لا مش باب الصيام، واحد من أبواب العمل الصالح اللي هو الصوم. لكن بتحب تصوم كويس، ما بتحب تصوم تسبيح تكبير تهليل كل ذكر الله عز وجل. فأنا بدي أنصح إخواني وأخواتي نصيحة، إنك أنت تعمل لنفسك برنامج، قول أنا خلال 10 أيام هاي كل يوم بدي أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 1000 مرة، وأقول الحمد لله 1000 مرة، أقول لا إله إلا الله 1000 مرة، أقول أستغفر الله 1000 مرة، وأقول الله أكبر 1000 مرة. فأنت والله يرضى عليك وتعمل لحالك برنامج، هذا البرنامج أنت بتمشي فيه على أساس تكون آخر الموسم اللي يوم عرفات بتكون إن شاء الله صايمين، وبتكون عملت لنفسك برنامج يوم عرفها بتكون أنجزته. بغير هيك ترى يا أخوان الوقت بيروح منا وإحنا مش حاسين فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه قال أكثروا فيهن، إيش أكثروا فيهن؟ فقال أكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والذكر. وهي أحاديث رواها الإمام البخاري رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيوة فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هي نص الحديث، التكبير والتهليل والتحميد، يعني يقاس عليه كل الذكر الله تبارك وتعالى، تهليل وتكبير وتحميد، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، وزيها مثلها صلاة على رسول الله، كل أنواع الذكر. ما تقيد حالك بشيء، بس بنبدأ باللي بدأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فهاي الأيام من أحلى أيام السنة، وما دام فيها أذكار فيها دعاء، وما دام فيها دعاء فيها استجابة، وما دام فيها استجابة فيها بركات، يعني هي الخير بجر بعضه، الخير بجر بعضه. اجوا الصحابة رضي الله عنهم على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله يعني العالم هاي اللي معها فلوس، الصحابة اللي معها فلوس سبقونا. ها شوف التنافس بإيش كان، الناس اللي معها فلوس سبقونا، أهل الدثور بسموه، ذهب أهل الدثور بالأجور، والله أخذوا الأجر كله. شوف بالله عليك التنافس المجتمعي بإيش كان، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن في عندهم نقطة، ويتصدقون بفضل أموالهم، وعندهم فلوس وبتصدق وإحنا ما عندناش فلوس نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه أدركتم أعمالهم وفضائلهم ودرجاتهم؟ بعد كل صلاة بتسبح الله 33 وتكبر الله 33، سبحان الله 33 الحمد لله والله أكبر، سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 33، وبتخلي تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وترى فيها روايتين حلوات، هاي احنا مشتهري عندنا 33، بس ترى في رواية ثانية بتسبح الله 10 وبتحمد الله 10 وبتقول الله أكبر 10، ها يعني في معك أوبشن ثاني، في معك خيار ثاني، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكن 10 10 10، وفي واحدة 33 33 33، الثنتين موجودة، الثنتين صحيحات. أيوة بعد فترة اجوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله سمع إخوتنا، مين هم إخوتنا؟ مش هذول اللي مش عارف، لا إخوتنا. سمع إخوتنا باللي تعلمنا منك، فصاروا يتصدقوا ويحكوا زينا كمان، يسبحوا. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني عاد هذا فضل ربنا سبحانه وتعالى، الناس مش مثل بعضها. فالفكرة انه شوف كيف ايش كان تنافس المجتمع، كان تنافس المجتمع من يرضي الله اكثر، مين يرضي الله اكثر. اللي بيرضي الله اكثر هو بيكون الاحسن، هيك كانت طبقية المجتمع، كانت ميزان المجتمع، تصور المجتمع انه اللي بيرضي الله اكثر هو اللي بيكون احسن، تخيل لأي درجة. هيك كان نظام المجتمع سابقا، اللي بيرضي ربنا أكثر. فإحنا هاي الأيام الفاضلة، الأيام اللي إن شاء الله يكون فيها تقرب إلى الله عز وجل، بنكثر فيها
من العمل الصالح، لكن زي ما قلت لكم لازم هذا العمل الصالح يكون في له برنامج، أما بدون برنامج يعني بتكون يعني بيكون في ضياع بالوقت. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان نذكر بعضنا بالكلام، لأنه هاي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإحنا لازم نذكر بعض. يعني لو عملتي جروب، لو أخت أنت عملتي جروب، شوف أجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بيقول عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. يعني لو عملنا اليوم جروب سميناه جروب العشر الأواخر، ورحت أنا حطيت برنامج، قلت 1000 تحميد 1000 تكبير 1000 لا إله إلا الله، واللي بيخلص بيقول تم تم تم، فكل يوم بذكركم فيهن. جروب اسمه العشر الأوائل، عشر ذي الحجة نسميه، عشر ذي الحجة. أصلا نتفقد بعض. تخيل هاللي عمل الجروب هذا الآدمن تبع الجروب، أجر الناس اللي بذكرهم صار لك أجرهم، هاي واحد. والأمر الثاني قال لك: من أحيا سنة، أنت محيي للسنة من سنني، من أحيا سنة من سنتي قد أميتت، فأنت محي للسنة، تكون محي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. شو والله عامل جروب اسمه جروب عشر ذي الحجة أو جروب ذي الحجة، وحط أنا فيه البرنامج تحميد تهليل وتكبير وتحميد، هاي ثلاثة يمكن أضيف عليها كم من شغلة، وأقول اللي بيخلص بكتب تم كل يوم. يا أخوان مين خلص مين خلص مين، كل يوم، ويحث بعضنا بعضا، فصير أنا عندي التنافسية. ليش فلان خلص أنا لسه ما خلص، هاي فلان خلص، هاي فلان خلصت، فلان خلصت، لأنه هي معاملات جروب مع بعضهم، وصير هاي التنافس. اللي بيخلص بيقول تم 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 تم، هاي إحنا عشرة عشر تمات، يا سلام. انت يا الادمن اللي سويت الجروب وسويت الفكره لك الاجر، لانك احييتها سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام. الدين بده شغل، الدين بده شغل، مش الدين بده اماني. الله يقدرنا، ونقول اللهم امين. احنا متواصلين معكم على 569 33 77. الله يحييكم جميعا ويا مرحبا. يا اهل التقى، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى قدرنا كنا على كل خير، على 569 33 77 إحنا وياكم متواصلين. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية وكل عام وانت بخير يا شيخ. يا مرحب، وانتم بخير بالصحة والسلامة. والله إن شاء الله ربنا يطعمنا ويطعمك ويوصلنا ويبلغنا إن يا رب كم نقدر نحيي السنة اللي أحييت عنها. اللهم آمين يا رب. الله يسعدك يا شيخ. يعني والله أعطيتنا فكرة حلوة إنه جروب العشر الأواخر، إن شاء الله في ميزان حسناتك وحسناتنا. ضروري هذا، إن شاء الله إن شاء الله. الله كريم. بدي بس منك بعد إذنك تدعي لي وتدعي لزوجي بالشفاء ولكل مرضى المسلمين يا رب، وأنه الله يغير هالحال لأحسن حال يا رب. يا رب الله يشافي مرضانا أجمعين، اللهم اشفي مرضانا وأصلح أحيانا ولا تقطع منك رجانا، اللهم بلغنا فوق الذي نرجو، فإنك يا مولانا أرحم الراحمين. الله يسعدك يا شيخ، كل عام وانت بخير وفي حفظ الله ورعايته. آمين. تبخير الصحة والسلامة، الله يكرمك ويسلمك. يا مرحبا يا مرحبا. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك أماني محمد شيخ. تفضلي يا أختي، أهلا وسهلا. شيخ بدي أسألك، أنا رحت على شيخ عشان يقرأ لي على شغلة، عشان شغلة معينة، فهو كان عامل شغلة يعني لاف عليها للزيك، وكان يقرأ عليها يعني من سورة البقرة، يعني إشي واضح، مش إنه إشي مش واضح. وحكى لي أن أحطها بالبيت، بس أنا يعني قلبي مش مرتاح وبدي أطلعها من البيت، بدي أعرف شو الحكمها وكيف أتخلص منها.
ما هو يقرأ على شغلة والشغلة مرفوف عليها شغلة والشغلة معها شغلة والشغلة اللي قرأ عليها مش عارف شو هالشغلة. يعني أنا والله أنا مش عارف شو في جوات الزيق يعني. ولا أنا والله عارف. عشان أحكم لازم أكون عارف. طيب شو الطريقة اللي أخلص فيها يعني؟ والله ما بعرف. افتح اللزيق يعني وشو اللزيق؟ افتح اللزيق واقري إذا فيها قرآن وحديث ما فيها مشكلة وأدعية، إذا فيها غير هيك ما يحرقيها. خلاص إن شاء الله شكرا. يا مرحبا يا مرحبا. اللي فاقد شغله يقرأ سورة الضحى، من المجربات إنه اللي بضيع له شيء بيقرأ سورة الضحى بإذن الله الله بيدله عليه، هاي من المجربات. أما إنه الشيخ الفلاني وقرب ما هو يعني هاي ما مختلط فيها الحابل بالنابل، ما بيقدر واحد يعطي فيها حكم. وبعدين أنا كيدي أجيب ورقة ملفوفة مش عارف شو جواتها، ما لا بدنا نكون والدين واضح. الدين ليس في الدين مخبيات، الدين ليس فيه مخفيات مطلقا. ما في عنا بالدين أسرار وطلاسم وإيش أنت بتعرفه أنا ما بعرفه، لا الدين واضح. هاي البقرة مبينة، آية الكرسي مبينة، والضحى مبينة، كل مبين عنا أبدا. أما دسادس وهاي وفلان ومخب، لا ما عنا بالدين هيك مطلقا. دين ما في مخبة. تركتكم على المحجة البيضاء، الطريق البيضاء، ليلها كنهارها، كلام السر هاي اللي معنى الليل والنهار، كلام سرها وكلام زي بعض، وجهين ما في عنا، هاي الدين. عشان تكون فاهم دينك. فإذا كتبنا ورقة فيها آية الكرسي وعلقناها فيها مشي من البقرة قرآن يعني ما فيها مشكلة. أما طلاسم وأحرف وكذا لا ما منشيلها. نعم نسأل الله عز وجل أنه يفتح علينا جميعا. معنا اتصال. ألو. ألو. يا مرحبا. مرحبا بك يا دكتور محمد. الله يحييك. ألو. سمعني يا دكتور؟ تفضل يا سيدي. أهلا وسهلا. هلا بك. سامعك. والله يا دكتور أنا صلي يمكن حوالي سنة ونص بحاول أتصل فيك. يا أهلا وسهلا. مشكلتي إني وصلت مرحلة الانتحار، وصلت مرحلة الانتحار مرتين. لأن أنا في شهر يعني اتظلمت. وبالنسبة أنت لو تسمعني من التلفون مباشرة بكون أحسن إلي ولك. سيدي أوكي أوكي لكن تمام سيدي. طفيت التلفزيون. سامعك. ف وصلت لمرحلة انتحار مرتين، وبعدين في شر قيد الرجال يعني مش قادر أعمل إشي، وكل إشي جاي علي. صار لي 34 سنة في عمان، من سنتين صار خلاف بين سايب ومرتي وجوازه وكذا وحماية وأسرة ومحافظ وحبس، وتحبست مرتين ثلاثة وثلاث. مش قادر أعمل إشي إلا انتحار أو انتقام، ما في حل ثاني ولا ثالث. فمشو أعمل شو أسوي مش عارف. انت ايش المشكله عندك؟ المشكله ما بدي احكيها يعني. المشكله صار بقول لك صار سنه ونص رايح بين حمايه واسره وبين المحافظ وبين الحبوس، حبسونا وانا شو الوحيد وهم عيله اردنيه. لا مش عارف يعني. انت زوجتك اردنيه؟ نعم سيدي. وعامله معك مشاكل؟ نعم. حبيبنا زوجتك أردنية عاملة معك مشاكل؟ خذوها مننا سايبي بعد 20 سنة. نعم بعد 20 سنة يعني، بعد 20 سنة جواز وكنت عايشين عيشة. مين اللي خذها منك؟ أبوها أهلها؟ أخواتها. أبوها ميت، أخواتها وأختها وإن شاء الله زي هيك. وأخذوها منك ليش؟ مرحلة ما في.
ولا حدا عاوز يسمعني وكل واحد نعم سيدي ماشي. بس هم ليش اخذوها منك؟ قلبوا علي بعد ما ليش خذوها مني؟ هذا مشكلة تانية، عيلة مش مزبوط. لو خذوها مني بعد 20 سنة ما كنت اتصل معهم، ما كنت اتصل معهم ولا شغل. ربيت خلفت ثلاث بنات وولد، اخذوا كل شيء. بما المشكلة هون انا وصلت للمرحلة هاي، مرحلة لا الانتحار، الانتحار بعدته بعيد خلاص انتهى الموضوع. بس بدي انتقم، بدي انتقم منهم كلتهم لما يكونوا مجمعين مع بعض. بس كيف؟ ايش اللي بعدني؟ ايش اللي صبرني؟ لان ما في حدا بيسمعني، ما في. كل في نقعد على الحروب، قانون هيك، القانون الحماية والأسرة، هذا اسمه خراب أسرة مش حماية أسرة. فنفسي اقعد مع حدا بس نص ساعة زمان يحطني نقعد على الحروب. بس شو اعمل؟ شو اعيش؟ شو اسوي؟ في واحد ابن حلال اعطاني غرفة وقعدت فيها صلي سنة ونص. انا عمري 63 سنة، بعد 20 سنة اقعد هيك أكل دوايا الحالي، عم دواء السكر والرغد، وأطبخ لحالي وثلاثة هاي أولادي. وعندك أولاد منها؟ عندي ثلاث بنات وولد، بنت عمرها 17 سنة هاي ما بتقبل ولا. وهم وهم وين راحوا الآن؟ معهم هي. أنا الدار اللي فيها كتبت اسمها، إيجار كتبت اسمها الآن المحافظ، قال لي ما تفوت قدام الدار، طول العقد باسمها وكهرباء اسمها، ما تفوت قدام الدار، ومنعوا اللي اشوف الاولاد ومنعوا كل شيء. طب عشان نتكلم، هم من اي عيله الله يحميهم؟ سيدي انا مش عايز اقول من اي عيله سيدي، انا ما معروفه في عمان على مستوى عمان، ومعروفه سمعتهم، معروفه كل شيء. بس انا لما جيت خدتها من 20 سنه، خدتها على عهد ابوها قبل ما يموت ان يعني اثر عليها وطن قاعد لغايه. وفعلا 20 سنه يا سيدي، اقسم بالله يعني ما في احسن مني في عمان، عايش احسن مني، وصف احسن مني. بس جيت في الاخر هيك لما من ايام كورونا لغايه هسه، ولما اخذوا مني المراه واخذوا مني الاولاد ومحاكم وثلاثه هاي، صرت وحيد. اجا والله صاحب اعطاني غرفه وناس بتعطف علي، شغل ما في. فالحمد طيب. لله انا بس بحكي ان نفسي واحد يقعد معي نص ساعه زمان من اي واحد في عمان وشوف مشكلة. طيب انت على كل حال اللي بتحتاجه، انت اللي بتحتاجه انه تقعد مع محامي عشان يفهمك بس بالقانون ويعرف شو اللي إلك وشو اللي عليك. هذه الخطوة الاولى. الخطوة الثانية لو ما زبطش محامي، معيش مصاري، انا ان شاء الله بحكي معك محامي. ما هاي المشكلة، كل واحد يقول محامي حتى لا المحامي احنا نقعدك مع محامي مجانا، مش مع محامي بفلوس. تمام، احنا قاعدك مع محامي بس يفهم منك، وبعدين تفاهم على الفلوس، مش راح ياخذ منك فلوس ان شاء الله. واذا في حد اخوان محامين شرعيين بيحب يتواصل معنا ونذكره بالخير بيكون كويس. حاضر، طيب خلينا نطلع فاصل وراجعين. يا مرحبا فيكم. يا مرحبا، حياكم الله جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. معنا اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك دكتور؟ بخير والله الحمد. ام عبد الله معك، حكيت معك قبل فتره. نعم. ابني عبد الله بده يقرا لك هيك مقطع صغير من القران. اهلا وسهلا، يا مرحبا، تفضل. هاي عبد الله معك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا عبد الله. عبد الله اي صف صرت؟ أول. ما شاء الله، تفضل يا عبد الله. وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر برد الفساد.
وقال موسى إنني عزت بربي وربكم إنني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن في يوم الحساب. وقال رجل من آل فرعون يكتب إيمانا فتقتلون رجلا يقول ربي الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الله يفتح عليك يا عبد الله. صوتك حلو وقراءتك حلوة كمان. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الله يرضى عليك يا عبد الله وبارك الله فيك. معنا كمان اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله طاعتكم. منا ومنك صالح الأعمال إن شاء الله. بدي أسأل سؤال. سورة الفجر والفجر وليالي عشر والشفع والوتر هم نفسهم اللي بصلاة العشاء؟ الشفع والوتر. الشفع يا أختي الشفع هو كل شيء زوجي والوتر هو كل شيء منفرد. الشفع كله زوجي اسمه شفع لأن واحد بيشفع بالثاني فهم اثنين. والوتر هو المنفرد. المنفرد في الوجود هو الله وما عدا الله فكله شفع. فالله عز وجل قال والشفع والوتر أي والخالق والمخلوق لأن الخالق وتر لا شريك له وما عدا الله فهو شفع. فالسماء والأرض الذكر الأنثى الأسود الأبيض الأحمر الأصفر الأعلى الأدنى اليابس الطري اللين البحر النهر الحلو المالح كل شيء في الوجود مثنى مثنى. فكل موجود في الوجود فهو شفع ولا وتر إلا الله عز وجل. فالله عز وجل يقسم بالخلق والمخلوق بالخالق والمخلوق. أيوة اجينا على الركعتين الشفع والوتر في 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 الوتر في صلاة الوتر سميناها احنا صلاة الوتر لأنها تنفرد بركعة والركعتين اللي قبلهن سميناهم الشفع. لكن لما يجي منصلي بيقول أصلي ركعتين من الوتر وبصير أقول ركعتين الشفع. لكن بيجوز كمان أقول أصلي ركعتين من الوتر أو أصلي ركعة الوتر. أيوة فالشفع والوتر مش المقصود فيها اللي في بعد صلاة العشاء لا. الشفع والوتر كل مثنى ومنفرد. فالمنفرد هو الله والمثنى ما عدا الله. نعم. معنا اتصال. بضبط انه تحت الهواء؟ لا لانه انا مقيم في الامارات انا خارج المملكه. بعد ما ينتهي البرنامج ما بيضل في اتصالات. طب لو سمحت انا ارمله وبشتغل هون بالبيت للناس يعني مونه وما عندي وسع بالفريزة وثلاثي أصلا يعني خربان شوي. إذا بالإمكان تدبروا لي بس فريزة بس أدبر أموري عشان بنتي بالجامعة والله ما في يعني أنا بدي أشتغل بالبيت. حاضر بنخلي تلفونك عنا. فاهم. إن شاء الله بنخلي تلفونك عنا وإن شاء الله بلكي أمنا لك إياها. حاضرين حاضرين. نطلع فاصل وراجعين. يا مرحبا. يا مرحبا فيكم جميعا في برنامج همك همي. بذكركم يا اخواننا انه هاي الايام هي احب الايام اللي فيها العمل الصالح الى الله عز وجل. ناخذ اخر اتصال بحلقه اليوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه دكتور. يا مرحبا اهلا وسهلا. كل عام وانت بألف خير. بخير وصحة والسلامة الله يرضى عليك يا رب. الله يسعدك يا دكتور. دكتور بسألك ثلاث أسئلة ممكن
وخلي هيك تفضلي. خلي شاب يقرأ لك بس القرآن. نعم. أول سؤال بدي أسألك، هلا أنا بدي شو اسمي بدي أضحي، وناس طلبوا مثلا مني مصاري، هم عايزينهم، أنه أفضل أعطيهم إياهم ولا أضحي؟ وأنا ضحيت يعني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو بدي أذبح عن أبوي أمي أجمعهم الاثنين مع بعض ولا بصير؟ وثالث سؤال بدي أسمعك، السنة صلت الظهر الأربع ركعات وصلتهم مع بعض بصير ولا لازم تنتين تنتين؟ طيب، سنة الظهر لو صليتي ثنتين ثنتين بصير، وصليتي أربعة مع بعض بصير. آه. الأضحية عن أمك وأبوك تختاري واحد منهم، يا بتضحي عن أمك لحال أو عن أبوك لحال. مين أفضل، الأضحية ولا الصدقة؟ على حسب حال بدك تتصدق عليهم. إذا كانوا بالمرة مسح ما في ولا إشي أعطيهم، اما اذا كان يعني هي وهاي طبيعتهم، هم جماعه مره فيه ومره ما فيه، لا ضحي عن حالك واحسب حسابهم بشيء من الاضحيه. هسه اذا انا بدل ما كل ما بدي اضحي بدي اشوف فقير اعطيه، عمري ما راح اضحي. الفقراء لا بيظلوا دائما موجودين، بس انت عارف الفقراء يعني، وكلنا فقراء الى الله، شهر فيه وشهر ما فيه شهر. اما والله واحد يعمل عمليه تتوقف عليها حياته، لا والله اولى من الاضحيه. واحد يسوي عملية لعضو من أعضاء جسده لعيونه ولا لأيد ولا غير هيك بفقدهم، نقول لك لا والله العملية أولى. أما والله مكسور أجار الشهر، إذا ما دفع الشهر بدفع الشهر الجاي إن شاء الله. فالأضحية بتكون أولى، لأن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وبنعطي منها للفقير. فأنا اللي بقدر، أنا اللي بقدر مين أولى، أضحي ولا أعطي لهذا الإنسان اللي حياته متوقفة على ثمن هالأضحية. وين هو هذا الشخص اللي حياته كلها متوقف على الأضحية؟ لا ما في. يعني الفقر موجود، لكن في فقر مؤجل شوي، أو فقر هو طبيعة الحياة إنها ضيقة عليهم. لكن بدي أتصدق أو بدي أضحي اليوم، هل 120 دينار بدي أدفعهم؟ لا هم راح يغنوه ولا هن راحاتي، فبتعطل عن أضحيتي، فلا بضحي. فدائما أنا هاي الأشياء إحنا منقدرها. أشياء التطوع إحنا دائما اللي منقدرها. وإحنا لهو منكون إن شاء الله أتينا ختام. طيب سؤال دكتور، أضحيتك أضحيتي إن شاء الله راح تكون مع شركة البركة فينا بعون الله. إحنا إن شاء الله أنا والوالدة وإخواني منضحي مع شركة البركة فينا، ونزلت أنا الإعلان تبعهم أو الأرقام هواتفهم على صفحتي على الفيسبوك، ونسأل الله يقبل ويقدرنا جميعا على أداء سنن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لهون نأتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج همك همي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. لا نلتقي بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على المشاهدة، يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. قناة محمد نوح الغير رسمية لنصرة قضايا الأمة